السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. مراجعة سريعة بقى علشان الامتحان، وهنحل حوالي 130 جملة الاختياري، وبعدين بإذن الله رب العالمين مع أسئلة كتير هنشتغل عليها إن شاء الله على مدار الحلقات اللي جاية. هنبدأ ونقول على بركة الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يلا السؤال نبدأ. الأول: space are your hours. أوكي، where ولا what ولا how ولا why؟ أوكي، طبعا إحنا عندنا أدوات الاستفهام: where بتسأل عن المكان، what شيء، how يعني كيف، why يعني لماذا. فأنا عايز أقول ما هي الـ hours بتاعتك، يبقى أنا عايز أقول what. أوكي تمام يا مستر رضا. أوكي السؤال الثاني: we space open daily. اوكي، اول حاجه بناخد ان we هنا مستر رضا من السبجكت بروناونز او ضمائر الفاعل، الوي عمرها ما كانت بتاخد از. اوكي تمام. والوي كمان ما بتاخدش، مش هناخد هنا دو اوكي ولا ديد. اوكي، ما ينفعش اقول we do open daily ولا we did open daily، لان احنا هنا شغالين present. اوكي، وبالتالي دي حقائق، وبالتالي انا عايز اقول we ايه، we are، يبقى we are open daily، ما ننساش الجمله دي. طبعا لو انا شلت we وحطيت he مثلا، فبقول he is open daily على سبيل المثال. اوكي السؤال الثالث: it's three space for adults. adults ثم يا حبيبي يعني البالغون. اوكي تمام. طيب three اصلا بتاتي بعدها اسم جمع لانها عدد بالنسبه لي اهيت. اوكي، وبالتالي 3 3 ايه؟ $3. 3 ايه؟ دولارز. ليه يا مستر رضا؟ لانها جمع. طب يا مستر رضا ما انا عندي دولارز في الاخر هي فيها اس. لا، الابوستروف ايه؟ الابوستروف في اس ديت هي اس الايه؟ هي اس الملكيه. اوكي يا مستر رضا. السؤال الرابع: I will take a space of apple pie. اوكي طيب، اول حاجه انا عندي apple pie ديت اللي هي فطيره التفاح. طيب انا دلوقتي دي حاجه اسمها الفاظ الايه؟ الفاظ التجزئه. فانا عندي مثلا سبيل المثال كلمه cup. cup ديت يعني عايز اقول، ممكن اقول a cup of tea، فنجان شاي، ها a glass، a glass of water. اوكي، a piece، piece يعني قطعه. اوكي، a piece of apple pie، و بوتل، بوتل يعني زجاجه، ممكن اقول a bottle of water على سبيل المثال. يبقى انا دلوقتي عندي ابل باي اللي هي فطيره التفاح، فانا عايز اقول a piece of apple pie، a piece of apple pie. اوكي very good. اوكي it is based delicious. اوكي تمام. it look delicious ولا looks ولا looking ولا to look؟ لازم نعرف حاجه، ان انا اولا ما بيجيش عندي it looking، ما فيش حاجه اسمها ing كده من غير am is or او was where في الماضي المستمر. اوكي تمام. الات كمان يا مستر رضا ما بتاخدش لوك، لانها اصلا لوك تعتبر فعل في المصدر، والات لازم يكون فيها اس. مفيش حاجه اسمها ات تو لوك. اوكي، يبقى الصح هتقول ات لوكس ايه؟ ات لوكس ديليشوس. فيري جود. خلي بالك احنا بنحاول نفسر كل جمله علشان الموضوع يبقى سهل بالايه بالنسبه لكم. ممتاز. السؤال السادس: هاو سبيس بوتلز اوف ووتر دي شي هاو. اوكي، اول حاجه هاو، لو انت قلت دلوقتي هاو، يبقى انا عايز حاجه من الاثنين، يا هاو ماتش يا هاو ميني. اوكي، هاو ماتش بتسال عن الكميه، او ممكن تسال عن الثمن، لكن هاو ميني بتسال عن العدد. وبالتالي لما يجي هاو ميني مس رضا لازم يكون بعدها اسم جمع يعد، فبقول ما ينفعش اقول هاو ماتش بوتل اوف ووتر. لكن لو انا شلت بوتلز اوف ديت واقول هاو ماتش ووتر ديد شي هاف، اوكي يعني كميه الميه اللي هي تناولتها ايه. اوكي، لكن انا هنا محدد بوتلز، بوتلز اوف ووتر يعني زجاجات الماء، وبالتالي هنا عايز اقول العدد، والعدد يا مستر رضا يعني هاو ميني. يبقى انا يا مستر رضا عندي هاو ميني او هاو ايه او هاو ماتش. اوكي، اي ام ريدي سبيس. اوكي طبعا هي دي جمله معروفه اصلا على طول، وممكن تبقى في ودانك على طول يا مستر رضا، احنا حافظينها اوكي من وانت مغمض. احنا علمناها اي ام ريدي تو اوردر، I am ready to order. اوكي، ما ينفعش اقول I am ready order، I am ready ordering. اوكي غريبه شويه. اوكي I am ready ordered. اوكي، يبقى الصح على طول I am ready to order. اوكي احنا بقى عايزين نجيب الايه الدرجه النهائيه ان شاء الله حبايبي طلاب الصف السادس، ان شاء الله هنقفل مع بعض، خصوصا اللي احنا هننزل سلسله الحلقات ديت الخاصه بالمراجعه، وان شاء الله باذن الله رب العالمين اكتر من حلقه لن يخلو منها الامتحان ان شاء الله. طيب السؤال الثامن: I am going to space two glasses of orange juice. اوكي طيب، I am going to، اول حاجه ده بياتي بعدها على طول فعل في المصدر على طول وانت مغمض. طب يا مستر رضا ما هي دو مصدر وبي مصدر، هاز مصدر. لا يا مستر رضا، يبقى هاز دي اصلا غلط خالص. ليه؟ لان احنا اتعلمنا خلاص ان I am going to بياتي بعدها فعل فين؟ في المصدر. طيب انا عايز اقول I am going to do افعل two glasses of orange juice. لا، ده انا عايز اقول يتناول.
ويتناول هنا بمعنى have وليس be. اوكي ما ينفعش اقول I'm going to be يعني انا سوف اكون، لا يا مستر رضا انا عايز اقول انا سوف اتناول، يبقى I'm going to have. اوكي يبقى I'm going to have، وطبعا هنا have مش معنى يملك ولكن هنا بمعنى يتناول، فاقول I'm going to have two glasses of orange of orange juice. السؤال التاسع، space do you iron your t-shirt. اوكي طيب iron هنا مستر رضا بمعنى يكوي، اوكي لانها لها اكتر بمعنى، iron بمعنى يكوي بمعنى مكواه. اوكي طيب انا عايز هنا في معنى فعل، انا عايز اقول who do you iron your t-shirt ولا what do you iron your t-shirt ولا how ولا which. اوكي طبعا انا بسال على، لو انا بسال على who اوكي طبعا انا هشيل you اوكي تمام، وبالتالي انا عايز اقول كيف، فبقول how do you iron your t-shirt يعني ازاي انت بتكوي التيشيرت بتاعك. اوكي سو العاشر، وي جو تو سكول باي سبيس. اوكي تمام، طبعا هنا في حاجه اسمها الريفلكس برونونس اللي هي الضمائر المنعكسه. اوكي طيب انا بشتغل عليها ازاي مستر رضا؟ بشتغل عليها على اساس الفعل الايه، الفاعل الاولاني، فالفعل الاولاني اسمه وي، يبقى انا دلوقتي عايز اتكلم على ourselves. اوكي لو الفعل الاولاني هنا اسمه اي اوكي فبقول اي جو تو سكول باي ماي سيلف. اوكي تمام، himself لو هي هي اوكي يبقى هي جو تو سكول باي himself. اوكي لو هي وي هتبقى وي جو تو سكول باي ourselves. اوكي فيري جود. اوكي طب لو هي yourself تبقى يو جو تو سكول باي yourself، يبقى دي حاجه اسمها الضمائر المنعكسه اللي هي اي ماي سيلف، he himself she herself it itself. okay you عند حاجتين اتنين، يا yourself يا yourselves. okay we ourselves و they themselves. okay it's easy يعني هي حاجه سهله خالص اهي، ماشي يا مستر. okay السؤال 11، space I help you. okay تمام، هل am I help you؟ no يا مستر رضا، خلاص حضرتك علمتنا قبل كده ان مادام في am is are يبقى انا عندي الفعل في ing، يبقى ينفعش am I help you ولا are I، اصلا الار ما تاخدش I اصلا خالص يعني. اوكي have I help you. اوكي طبعا have لازم بعدها حاجات تصريف ثالث واحنا صغيرين قوي مصر على الحاجات دي. اوكي يبقى هي على طول may، يبقى may I help you يعني هل يمكنني مساعدتك. اوكي تمام السؤال 12، the car is space، the car is space it costs a lot of money. اوكي تمام، the car is اي حاجه اي صفه ممكن تبقى صح، طب امال انا هشتغل على اساس ايه؟ هشتغل على اساس الجمله الثانيه، فانا لما اقول it costs ده بتكلف a lot of money، بتكلف كثير من المال. اوكي يبقى السياره بالنسبه لي هاي مرتفعه يعني لا يا مستر رضا. اوكي هل هي cheap 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 يعني رخيص؟ لا يا مستر رضا. هل هي bad؟ طب ما هي لو باد مش هتكلفني الكثير من المال. اوكي ولو هي تشيب هل هي رخيصه؟ مش هتكلفني الكثير من المال، وبالتالي السياره بتاعتي بالنسبه لي هي مستر رضا هي اكسبنسيف، واكسبنسيف يعني غالي، ما تنسيش الموضوع سهل جدا. تمام يا مستر رضا. السؤال 13، وير از بيس بيل جو يسترداي. محدش سالني على كلمه بيل يعني ايه يا مستر رضا، لان بيل هي اصلا مكتوب اول حرف فيها كابيتال وبالتالي هذه اسم شخص. اوكي يعني واحد اسمه بيل. اوكي تمام، وير از بيس بيل جو يسترداي. انا عندي هنا حاجتين اتنين او مفتاحين اتنين، او زي ما احنا اتعلمنا قبل كده ان كل جمله ليها مفتاح انا بشتغل عليه. اوكي تمام، اول حاجه يا مستر رضا ان انا عندي يسترداي، ما دام عندي يسترداي هنا يبقى انا شغال ايه؟ انا شغال ماضي. اوكي وبالتالي دو يا مستر رضا هتبقى غلط خالص، وعندي از كمان هتبقى غلط خالص، ابقى لي ديد وابقى لي واز. اوكي تمام زي الفل، لان ديد ماضي واز ماضي. اوكي طب ايه المفتاح الثاني يا مستر رضا؟ المفتاح الثاني الكلمه الجميله ديت اللي هي كلمه جو، وجو يعني يذهب، وبالتالي هذه في المصدر، هذا فعل في المصدر، يبقى انا عايز ديد. اوكي يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز ديد. طب امتى كنت هتستخدم واز؟ لو كان عندي الفعل فيه اي ان جي، او اصلا ما كانش عندي فعل خالص. تمام يعني ممكن اقول وير واز بيل بس من غير جو، تمام كده ممكن اقول كده وير واز بيل يسترداي، يعني اين كان بيل يسترداي امس. لكن ما دام عندي يا مستر رضا عندي فعل، اوكي لازم اجيب حاجه بقى، يا دو يا داز يا ديد، بس عشان هنا يسترداي يبقى انا هستخدم ايه؟ هستخدم ديد. تمام كده حبايبي. اوكي وبالتالي دي تبقى هي الاجابه الصحيحه، لان عندي ووز يا مستر رضا اصلا غلط خالص، ويا ريت ما حدش نغلط الغلطه دي. وخلي بالك لو تلاعب بقى معاك بالالفاظ كده وشال لك كلمه جو دي، لو شال لي كلمه جو كده وقال لي وير وقال لك الاختيارات دول على طول يا مستر رضا انا هختار كلمه ووز، يبقى وير ووز بيل يسترداي، يعني اين كان بيل بالامس.
كلير كلير يا مستر رضا، واضح خالص، والدنيا بدأت تبقى سهلة. هي إن شاء الله بإذن الله هنقسم الاختيارات ال 130 جملة على أكتر من حلقة، ممكن ناخد في كل جملة 20 25 جملة ونقسمهم على حلقات، وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم على 5 حلقات، وإن شاء الله ربنا يا رب يوفقكم، وأتمنى لكم كل التوفيق من كل قلبي بإذن الله. السؤال ال 14: My sister doesn't space on makeup. اوكي تمام، اتس كلير مستر رضا، الجمله واضحه خالص. اوكي تمام، ميك اب يعني المكياج. اوكي فانا عايز اقول My sister لا تضع المكياج. اوكي، هل My sister doesn't wear ولا talk ولا drive ولا boat؟ طبعا هي My sister doesn't a doesn't put on make a makeup. اوكي تمام. سؤال 15: My does your sister wear a space؟ اوكي تمام، متلازمات لفظيه برضك، لان الجمله الاولى والجمله الثانيه هنا حاجه اسمها متلازمات لفظيه، يعني في حاجات كده بتاتي تبص تلاقيها بتاتي ايه، بتاتي مع بعض. اوكي تمام، يبقى does your sister wear a space؟ wear طبعا بمعنى يرتدي، هل هي wear a cart؟ اوه ماي جاد، cart cart دي اللي هي العربيه اللي بيجرها الخيل او الانيمالز يعني. اوكي، ولا ميك اب؟ wear a make up، بترتدي المكياج؟ اكيد لا. ولا ناب؟ اوكي لا يا مستر رضا، ده اسمها تيك ا ناب. اوكي تمام، يبقى انا على طول هي كلمه ايه، هي كلمه ويج، ويج يعني الباروكه. كويس جدا، سامع الناس بتتكلم، ما شاء الله شاطرين معايا باذن الله. السؤال ال 16: She went to the groceries to buy space. اوكي تمام، يا ترى هي راحت الجروسرز البقاله عشان تشتري ايه؟ هل فروتس؟ ها جروسرز، شيرتس، كاردز؟ على طول مدام جروسرز يبقى هتشتري يا مستر رضا الجروسرز، ادوات او البقاله او اشياء، اشياء البقاله. اوكي تمام. سبيس دو يو جو تو كافيه. اوكي، هو دو يو جو تو كافيه، طبعا هو عايزه هنا with، يعني عايز اقول انت بتروح المقهى مع مين، يبقى ممكن اقول with who او with whom. اوكي تمام، هاو ميني؟ ده هاو ميني ديت كم عدد، فلازم ياتي بعدها عدد، يعني ممكن اقول هاو ميني تايمز. اوكي، لو هنا في كلمه تايمز كنت اقول لك شكرا، اختار هاو ميني يا عم الحاج ويلا خلصنا. اوكي، لكن ممكن اقول هاو، يعني هاو دو يو جو تو كافيه. اوكي تمام، انت بتروح القهوه ازاي، ولا وات؟ لا طبعا هنا ما تنفعش اصلا وات خالص، يبقى الاجابه الصح هي كلمه ايه، هي كلمه هاو. ما حدش يتلخبط بقى ويقول هاو ميني، زي ما انا قلت لك هاو ميني عايز عدد بعدها، وبالتالي ممكن اقول هاو ميني تايمز دو يو جو تو كوفي. اوكي تمام يا مستر. السؤال ال 18: I take medicine space a day. اوكي، انا باخد الدواء. اوكي طبعا هنا عايز اقول مره واحده، اللي هي وانس او توايس او ثري تايمز او فور تايمز وهكذا. تمام تمام يا مستر، لازم تعرف العباره ديت، التركيبه اللغويه ديت. فانت مثلا بتقول I take medicine twice a day, three times a day, four times a day, once a day, and so on. Okay, تمام؟ يبقى ما ينفعش تقول I take medicine two a day ولا two a day ولا two a day. أمال هي إيه يا مستر؟ هي twice a day، يبقى اسمها إيه؟ twice. طب لو مرة واحدة أقول I take medicine once a day. طب لو ثلاث مرات I take medicine three times a day, three times a day, four times a day, five times a day, and so on. طب a day، خلي بالك من التركيبه دي عشان لو جت لك في اختياري a day, a week, a month, a year, and so on. اوكي يعني ممكن تقول I visit my grandfather three times a year، بزور جدي ثلاث مرات في السنه، three times a month، اوكي ثلاث مرات في الشهر، وهكذا. اوكي تمام. Do you space bread؟ اوكي تركيبه لغويه تاني، متلازمه لفظيه تاني. Do you space bread؟ هل انت بتعمل ايه في البريد؟ خلينا كده نجيب من الاخر، Do you play bread؟ Oh my god، bread يعني الخبز. اوكي ما ينفعش تقول Do you play bread ولا Do you go؟ لا يا مستر ده خالص مستحيل. Do you feed؟ اوكي feed، meaning feed is يطعم. ينفع اقول feed؟ لا يا مستر ده، يبقى هي Do you bake bread؟ اوكي تخبز الخبز. اوكي تمام. It's space to rain. اه يا مستر ده نهار ابيض، it is، حضرتك علمتنا ان الام والاز والار عامله زي الشمس، سامع حد بيقول صح؟ اوكي، او سامع الحلقات اللي قبل كده بتاع المضارع المستمر، تمام كده؟ هنا طبعا مش مضارع مستمر، هنا حاجه اسمها المستقبل اللي فيه تخطيط. اوكي تمام، يبقى it is، بس مبدئيا احنا عارفين ان it is بياتي بعدها الفعل زد اي ان جي، فما ينفعش اقول it is go to rain، لا خالص خالص، ولا it is gone، ولا it is to go، لا امال اقول ايه، it is going to rain. اوكي it is going to rain. اوكي going to بياتي بعدها على طول مصدر، والمصدر هو الفعل بدون اضافات، والاضافات زي ال ing وال s وال ed.
ما شاء الله عليكم، ممتازين. يا حبايبي يا طلاب الصف السادس الابتدائي وامتحاننا الخاص بالترم الأول، إن شاء الله هنقفله بإذن الله. Your brother is base you very much. Okay، تمام. Your brother بيعمل إيه؟ loves you. Okay، خلاص بيحبك يا مستر رضا، وإحنا كمان بنحبك يا مستر رضا. Okay، Your brother loves you very much، مش colors you very much ولا starts you ولا adds you، adds يعني يضيف، لا يبقى your brother loves you very much، بيحبك كثيرا جدا، وانا والله بحبكم جدا وعايزكم ان شاء الله في من المتفوقين ومن الاوائل باذن الله. السؤال الاخير في الحلقه ديت عشان نخليهم 22 سؤال، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل بقيه الاسئله وهتنزل تباعا على طول ان شاء الله باذن الله رب العالمين، اوعدكم والله، بس هي المشكله كلها في الضغط بتاع العمل. How often is she read the newspaper؟ اوكي انا عندي هنا مفتاحي في كلمه read. اوكي read يا مستر رضا فعل في المصدر، يبقى انا عايز يدو يا داز يا داد. اول حاجه has و have ما بيجيش بعدها فعل في المصدر. اوكي تمام، اوكي تمام. امال هقول ايه؟ هقول هاو اوفن، ها انا عندي الفعل اسمه شي، يبقى ها داز شي. اوكي يبقى هاو اوفن داز شي ريد ا نيوز بيبر، يعني كم عدد المرات اللي هي بتقرا فيها الجريده. وبكده تخلص الحلقه الاولى في المراجعه الخاصه بالصف السادس الابتدائي، وكمان مراجعات ليله الامتحان إن شاء الله بإذن الله. أشوفكم في حلقة أخرى، وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر ربنا سبحانه وتعالى على كرمه ومنه وفضله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.